وللمزيد من المتابعة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة كمان يسعدني أن يشاركنا عبر الهاتف أستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات. أستاذ محمد، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز وتحديدا في حصاد الأسبوع. يعني جهاز تنمية المشروعات من اختصاصاته بشكل أساسي أو بيهتم أكتر بالتنمية الاقتصادية، ده في إطار المبادرة. خطة عمل الجهاز يا فندم واختصاصاته عشان نحقق حياة كريمة أكتر لسكان القرى المستهدفة، لو توضحها للسادة المشاهدين. للسادة المشاهدين، مبدئيا زي ما حضرتك قلتي، الجهاز هو المسؤول عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ودورنا في المبادره زي ما قال زميلي الدكتور هشام هلباوي من شويه، احنا مسؤولين عن التنميه الاقتصاديه في هذه المبادره. التنميه الاقتصاديه عشان يعني مش معقول نعمل كل هذا الكم من المشروعات في المحافظات وفي القرى وبعدين ما يبقاش في فرص عمل متاحه لابناء هذه القرى. عشان تبقى في حياه كريمه حقيقيه لازم يكون في مشروعات مقامه لاصحاب المهن والحرف والقائمين والناس اللي عايشه في هذه القرى من ناحيه. النقطة الثانية تشغيل أبناء القرى في المشروعات حتى اللي بتتم حاليا. فالبعد اللي بيتبناه الجهاز في هذه المبادرة يتمثل في التشغيل، وإحنا اتفقنا مع وزارة التنمية المحلية ووزارة القوى العاملة بتشغيل أبناء القرى في كل المشروعات اللي بتتم على أرض هذه القرى. عندنا 1500 قرية في وقت واحد بيتم فيهم مشروعات كثيرة جدا في البنية التحتية والمشروعات العامة. اتفقنا مع القوى العاملة إن إحنا نرفع مستوى العمالة الموجودة في هذه القرى عشان نقدر نلحقها في هذه المشروعات عن طريق مراكز الخدمات. يعني افهم بس النقطه دي من حضرتك يا فندم، ولو انا فهمتها غلط يا ريت صحح لي معلوماتي، يعني سكان او قاطني هذه القرى والنجوع بيكونوا هم المسؤولين في العمل في هذا المشروع او في تجديد منازلهم، او ولا حضراتكم بتعملوا لهم مشاريع من الاول؟ الجزئين، الجزء الاول اللي احنا بنشغلهم في المشروعات بتاعت البنية التحتية، يعني رصف الطرق وتغطية الترع ومشروعات المرافق العامة اللي بتتم، بنشغل كل العمالة زي مثلا النجارين والكهرباء والكهربائية والسباكين، كل ما إلى ذلك يشتغلوا في هذه المشروعات بشكل سريع، وبنرفع مستواهم المهني عن طريق التدريب مع وزارة القوى العاملة. الجزء الأهم بقى هو فرصة العمل الدائمة واللائقة. دائمة بمعنى إن هي تبقى فرصة عمل حتى لو خرجنا من المركز بناء على توجهات الرئيس، كل المركز خلصان يبقى فرصة العمل دي مستمرة معاه مدى الحياة. لائقه ان هي تناسب قدراته ومؤهلاته. صحيح. عشان كده احنا بنتبنى مع بالتنسيق مع كل الوزارات المعنيه نوصل لنوعيه المشروعات المستهدفه في هذه القرى. المشروعات التقليديه اللي هي المشروعات التجاريه والخدميه والصناعيه العاديه، زائد مشروعات لها قدره تنافسيه او ميزه تنافسيه بتمثل ميزه في هذه القرى نفسها. عشان كده احنا بنتعاون مع وزاره الزراعه ومع المجلس القومي للمراه، مع التنميه المحليه، مع وزاره الصناعه، مع التموين والتجاره الداخليه، عشان نوصل لمجموعه كبيره من المشروعات تتاح لابناء هذه القرى، ومن خلالها نقدر نوفر فرص عمل مستدامه ولائقه تناسب اهل هذه القرى وترفع من مستواهم المعيشي ونعمل تنميه اقتصاديه حقيقيه في هذه القرى. صحيح صحيح. يعني على كل حال استاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنميه المشروعات، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات.